قنديم فراري يوك في ولاد بدلاء درويش داخل غرفة. أخشيناهم فهم لا يبصرون. اسمع حرمة، فراري لازم يسلم نفسه وإلا بيصير تعليق مشانق. سلام وقولا من رب الرحيم. سلام وقولا من رب الرحيم. يا ربي دخيلا. أهلين عبدو. أهلين. يلا بمحمود. هي هي التحديد. هي فوتي فوتي بنتي فوتي. مرحبا أدم الخير. أهلين وسهلين عبدو. أهلين فيكي. هي بنت أختي شكرية اللي حكيت لكم عنها، وهي أدم الخير. يا اهلين وسهلين، ليش مغطاية هالوش الحلو لهلا؟ ها ايه ايه. ولي يا ميمتي دخيلكم. شو اخيرا رح يفوت على هالبيت وحدة احلى من زهرة وتنزل بابوجة هالسرنوة من عرف. ليش هالحكي هلا يا ادم الخير؟ ليش هالحكي هلا؟ يبعت لي حمى، ماني قدران اصبر حالي لشوف زهره كيف بدها تطق وتموت من غيظه. ما شاء الله، شو هالجمال وشو هالقوام. وينك؟ خبريها ما تقرب صوب الاغا، لانه اذا شمت ستي خبر انها عجبيته بدها تحطك انت وياها على باب زقاق. امرك. الحقوني. مشي بنتي مشي. ايه ما يبلى ولاي تخميموني خانو. شو هالمناسبة اللي اجتنا على الغفلة؟ ايه نلحق نحضر حالنا، هلا بيصلوا المهنين. طولي بالك يا مو، طولي بالك، ما حدا دري. يسلق بدنكم بهالعيلة، شو بدها تحكي علينا نوزات خانو؟ إذا عرفت إنه ابنه للآغا المباهي ولد برات بيته. يو، شو بدها يدريها هاي؟ إلا تولاد حلال، بعدين بركي يجوا النسوان هلا طلبوا يشوفوا الولد وأمه. أكيد مدحت راح يجيبها؟ ايه يا مو، طمني أكيد راح يجيبها. معقولة ما تجي معه؟ لا ايوه اكيد جاية معه، مو هي اللي بعتت له خبر؟ هاي حصل مطلوبة واجاها الصبي. علي عليك يا درية، هالمسكينة شو تقتى على راسها؟ يا هلا قامتي نسيت الكراوية، يا عدم الخير! نعم ستي، امريني. بسرعة، ابعتي العربجي لعند سيدك على الخان، قولي له بدلك كراوية وقواتيلة. العرباية راح فيها مدحت افندي ليجيب درية خانم والصبي من غير شر، بس الاغا بعد الكراوية اللي حباشات من الصبح يا ستي. تمام، انزلوا حضروا حالكم، بركي جمع درية حدا من أهلها حتى نضيفهم. يا سواد وشي منك يا أم درية، يا سواد وشي. أمرك يا خانم، بس في شغلة ستي. هلا وقت شغلاتك؟ شوفي أم عبدو جايبة بنت أختي اللي حكت لك عنها. الوصيفة؟ أمي أم عبدو جابت لي الوصيفة. هلا وقتها؟ وينها أم عبدو؟ ليك أهو. يصبحك بالخير يا ستي. أهلين أم عبدو. هاي هي بنت أختك؟ خدامتك يا ستي. شو اسمك يا بنت؟ شكرية يا ستي. ما بها شي، وشها شكوري. شو بتعرفي تساوي يا بنت؟ كل شي بتأمري فيه يا ستي. وليش ما عم تحكي؟ شو خرسة؟ لا لا، بس خجلانة شوي منك. اي ما بدها خجل، شو نحنا بدنا نخطبها؟ ساوي اللي بتريدي يا ستي. ليش هيك صوتها رايح؟ لتكون مريضة أو في بعقلها شي؟ طولي بالك يا مو، طولي بالك، مستغربة. هالبنت غريبة، مو مستغربة. اسمعي ام عبدو، خليها تنزل تساعدك بالمطبخ لنشوف شغلها. اصحك عيني تشوفها عم تحوس هون أو هون، خصوصا بوجود الآغا. عم تفهمي علي ام عبدو؟ أمرك يا ستي، أمرك يا ستي، الله يعمر بيتك يا ستي، كتر خيرك. يا مو، بس هي جاية على اسمي. خلصنا، يلا انزلوا حضروا الضيافة، ما بقى غير يجوا المهنين. أمرك يا ستي، خلي لنا إياك يا ستي، الله يعمر بيتك. أم عبدو، وقفي شوي. هي حلوان الصبي، إلك ولبنت أختك، وإن شاء الله يكون وشها خير علينا. إن شاء الله،
الله يديمك يا ستي، الله يعمر بيتك يا ستي، ألف مبروك. على مهلي. الله معكم، مع السلامة. الله يحميكم. برية سامحيني. اطلع ابو محمود. أعتقد أنني رأيت هذا الحلقة قبل اليوم. نجول؟ ماذا تفعل هنا؟ أظن أن هذا الحلقة أهداه زوجك لك يوم العرس، فكيف تهدينه لامرأة أخرى؟ لكنها ليست أي امرأة، إنها الملكة زنوبيا. الملكة زنوبيا حقا؟ ولكنها تشبهك كثيرا. هل حقا هذه هي الملكة زنوبيا التي أركعت سنابك خيل أقوى الرجال عند عرشها؟ لكنها كما حكيت لي عندما وصلنا إلى حدود مملكتها كانت تحب رجلاً واحداً وأخلصت له حتى اللحظة الأخيرة. من؟ الملك أذينة؟ إنه لا يشبهني. لا تفسد لوحتي أرجوك. إنه لا يشبهني أبداً. لكنك أجمل منه بكثير يا بدوي. إلى أين؟ إلى حيث ألقت، فأنا لا أبقى مع امرأة تركب في موكب رجل آخر غيري حتى ولو كان ملكاً. لو كنت تعلم ماذا فعلت الملوك لأجلي. توقف يا مجنون حتى ألوم أدواتي. مجول توقف، لن أرسم أحدا غيرك بعد الآن. لكن كيف تتركني وتذهب دون تردد؟ زوجة البدوي هي التي تتبعه، وهو لا ينتظرها أبدا. ولكنك لم تقل لي ذلك حين تزوجتني. أنت الآن حرمتي، وجب عليك أن تسيري خلفي راجلة كما تفعل كل نساء العشيرة، ولكنني هذه المرة أكرمتك بالركوب خلفي. هكذا إذن. على أي حال المهم أن أكون معك دائما، ولا فرق عندي أن أكون خلفك أو إلى جانبك. هل تود أن أنزل الآن وأسير خلفك؟ لا لا بأس، أنا فقد بدأنا نتفاهم يا شيخة أم اللبن. ولكن قولي لي، من هو أجمل الرجال وأرفعهم نسبا على وجه هذه الصحراء؟ أنت يا حبيبي. ومن هو أشجع الفرسان؟ أنت بالتأكيد. ومن هو الملك الذي لا ترضى زنوبيا بديلا عنه؟ أنت كل ما تريد، ولكن كفاك غرورا وإلا غيرت رأيي. هلا بشبيب، كيفك يبا؟ زين. مساك الله بالخير يمه. يا هلا بالخير. كيف حالك شبا؟ وين على خير؟ وانت من هلا.
دحكن دحكن دحكن. ايش بيج؟ شفتن الجنية؟ وكاد انها جنية. مو انتي قلتيلي ان اسمها جنية؟ والله يا اختي ما ادري اسمها جين الا جنانة. كل اللي ادري بيه انها كل نهار تمسك بالفحم وتصور بيه على الورق، وتذبل عيونها الزرق للشيخ مجول لما نوقع بيها وتزوجها، وتخلى عن ذيش المسكينة نسجة. الله يعيننا من الجايات. هاي وكاد كاتبت له كتبة، الله يسترنا منها. ليه هذه الجنية خذت الشيخ مجول، ومن بعد خذت بيت مسجة، والحين تريد تاخذ أولادها كأنهم أولاد بطنها. هو مين اللي غصب مسجة أنها ترحل؟ هي خلت كل شيء ورحلت. يسكتي يسكتي انتي، ما تفتهمين؟ هذه جنية مات ساعها أرض ولا سما من شافتها مسجة رحلت بالبراري. بعدين الحين أريد أفتهم، مو أنتي اللي قلتي إن ما تاكل الزاد بالملح؟ أنا ما قلت، رقية هي اللي قالت هيك. وش اللي قالتها رقية ها؟ رقية مو أنتي اللي قلتي إنها ما تريد الملح بالشنينة؟ هي صحيح. وحين سألت الشيخ مجول قال لي مرة ثانية لا تحطين الملح بالشنينة. إي أنا خابرة، جدتي كانت تقول ما ياكل الزاد بلا ملح غير الجن الأزرق مع عيونه الزرق. الله يرحمها جدتك كانت حكيمة. يا حي الله بوجوه الخير. يا حي الله محمد. يا شيخ ترى جيناك على الطلب، وحنا فداك وفدى القبيلة كلها. وش السالفة اللي طلبتنا بيها؟ تسلم يا مزيد، تراك رجال انكفوا وسباق للخير يا أخوي. تسلم يا شيخ. كلنا سمع يا ابن أخوي. تدروني هربوا على اللي صار مع أخوي الشيخ مجول يوم ان كان جاي على طريق الديرة. أنا عقب هذا الزيت العربان من قرايبنا وعشيرتنا ولا لملمهم أستفسر بيه عن البواقين الخسيسين اللي قصدوا مالنا وحلالنا، وكان القتل واقف بين عيونهم على غير عوايدنا. أنت عرفت عنهم شيء يا شيخ؟ أصبر يا شيخ مجول، أصبر يا أخوي، تراني علمك بكل شيء أعرفه هالحين. أنا أريد أعرف، وبعد إذنك يا شيخ، إن كانوا هم قاصدين الخانم الإنجليزية، أقصد الشيخ هم اللبن. إي رجال للهرج اللي ما له تالي. طول بالك يا شيخ فارس، الإعلام عند الله أنهم كانوا يقصدونها. من كان يقصدها يا شيخ؟ أنا قلت لكم يا هالربع من الأول أن الخانم الإنجليزية هي السبب. وش يدريك هند أن هي السبب؟ أسمع يا مزد، وخلنا نسمع السالفة من الشيخ محمد. تفضل يا شيخ. أنا جماعتكم يا أهل المصرب لجل نتشاور بالسالفة شور تهل، وهذا أخوي مجول يدري بيها معاكم الحز، وما خبرتها بشيء قبل الحين لا تفتهمون شيء واحد، أن كل شيء يصير هان يصير على بياض، وما بي شيء مخبى عنكم أبد. أنا شيخكم وأنتم أخوتي مثل ما هو أخوي. أنت كبيرنا، والكلمة كلمتك والشور شورك يا ابن أخوي. تفضل علمنا هبل تدربي. السالفة يا هالربع، بعد وصول الشيخ مجول أنا طرشت من القصة ثرهم ويتبع أخبارهم بين العربان. ما مرت أيام الله جاه مين يقول لي أنهم من رجال المهيدي. المهيدي؟ هذا اللي علموني به يا أخوي، لكن أنا ما صدقت وقلت لروحي وش اللي جاب رجال المهيدي صوبنا وحنا ما بيننا وبينهم غير كل خير. والحق المجول علمني أن لسانه ما هو لسان مهيدية. وبعد يومين إجاني من يقول لي أنهم درعية، والدرعية هالربع مثل ما تعرفون بيننا وبينهم عهود ومواثيق، والسالفة تكرر نفسها مع كل أحد من الطرشان اللي طرشتها، وعيد ويجيب لي اسم قبيلة جديدة. الغرض يا شيخ يعني تريد تقول إن خصمنا ضاع؟ بالنهاية يا شيخ فارس أنا طلبت مشورة الشيخ عيسان بن سراج شيخ عرب العلمة، وهذا هو كتابه اللي علمني به أن العصمة اللي استاجر واحد ابن واحد من شيوخ العربان اسمه سطام مطروط من قبيلته هو رجاله، لأنه بواق وخسيس وغدر بواحد من ضيوف أبوه. هذا هو غريمك يا شيخ مجول، والعصمة اللي دفع له لجل ما يشعل النار بين قبائلنا، والعصمة اللي بعد هو اللي دزه لجل يوقع على الغدر والخيانة بين العربان. العصمة اللي يريد يوقع بيننا هاي افتهمناها، لكن إيش علاقة حرمتي بالموضوع؟ أنا أقول يا أخوي والعلم عند الله أن لابد العصمة اللي من غرض عند الإنجليز وخطف حرمتك أو سلبها وصله للي هو يبيه.
قاعدين عم تتزهرموا؟ لا خلصنا ستي خلصنا. ولك ما بتعرفوا انه عنا لازمه بهاليومين؟ قوموا دوم ايامتكم قوموا. انت بيوم نازل خانم، كل شيء مهني صار جاهز مشان مولك، ما بقي غير مراد افندي يجيب ملبس ونحن بنحطه بالباش. ايوه. وانت ست الحسن والجمال؟ انا ستي؟ لا مو انت. انت شكري يا خانم مقصوفة العمر، وين هرباني؟ اما يا ستي. ايوه. شطفتي ارض الديار؟ شطفتها ستي. مسحتي العتبة والليوان؟ مسحتو. طلعتي على اوضتي شفتي شو لازمها ونظفتيها؟ هي ما بقدر عليها يا ستي. ليش بقى؟ لانه ستي امي حتنبه عليها انه ما تفوت. على كل حال انا بخدمتك نازل خانو. امريني شو بتأمري؟ ما بدي شيء. ليكي بتروحي هلا بتفضي البحرة وبتفركيها منيحة، فهمتي؟ امرك. مو انتي ام عبدو، مو انتي، هي شرفي قدامي. بعت لكم حمى. تأكدت لك ابني انه ما نسينا حدا ما عزمناه؟ اكثر اللي بيهمك امرهم درت عليهم وعزمتهم ذات نفسي. المفتي وامام القلعه واحمد بيك اكريبوز كلهم يا بيه عزمتهم شخصي وبالاسم. وانت يا بيه ما بدك تنزل على السرايا تعزم الوالي. والوالي اكيد ما رح يجي، بس يمكن يبعد الكيخيا ينوب عنه. هذا الوالي ما بيحب لا الاعراس ولا الموالد. والله صارت كبيره، ما كنت مفكر انه اذا جاني صبي رح يصير له كل هالعز والابهه. قديش صرنا عم نستنى لها الافندي؟ بعدين هذا ابن مدحت، ومين ما كان اقل ما نعمل له مولد. الله يخلينا اياك يا اغا ويديم عزه. ابو محمود واقف شوي. خذ يا ابني، نزل استكمل اغراضك ومر على جامع الاموي صلي حاضر واتفق مع المقرئين والمشيدين اللي بدهم يحيوا لنا المولد. تؤمر يا بي عن اذنك. الله معك. روح يا ابو محمود. القوة يا رجال. اي يا شبيب عدلها زين يوبا، ما اظنك تريد ترمي ابوك وهو على ظهر فرسه يرمح بيها. شبيك يبا؟ مالك مثل ما اعرفك. انت متكدر على فراق امك يبا؟ وانت ابوي منت متكدر عليها؟ كل شيء له حل يبا، باذن الله ما يصير الا كل خير. هاتي يا فطيمة، هاتي انطيني طاسة اللبن. تامر يا شيخ تفضل، هذا هو الطاس. قوات الله. صبحك الله بالخير ويقويك يمه. صبحك الله بالخير يا ولدي، ترى العيش هذا يكفيكم كل الطريق وزيادة، لون ما وقفتم عند العشاير سبعة أيام بلياليها. زادنا هو رضاك يمه. تشربين الزاد يا شيخه؟ الله معك يا ولدي، الله يوفقك ويردك سالم غانم وينصرك على عيداك. حياك الله يمه. هاتي يمه هاتي. ايه انطيني رغيف ساخن من هالعيش. يصير خير يصير خير. يا الله تفضل يا ولدي. تريد تاخذها لحرمتك؟ تراك تدللها زيادة، وهذه ما هي عوايدنا يا شيخ مجول. ما هي بعدها عروس يما. ايه عروس على العين والرأس، بس أنا أريدها حرمة الشيخ مجول بحق وحقيق. ولا أنت نسيت قدرك ومقامك بين العشيرة؟ لا ما نسيت يما، لكن ما أظنها عيبة ولا حرام لو أنا أكرمتها وهي بعدها غريبة بيننا. غريبة؟ ما يجوز تظل غريبة،
لزوم تدربها تمشي على حياتنا وعوايد ربعنا، ولا تخليها سالفة للهرج بين العربان. هرج؟ أي هرج يما؟ البنات والنساوين يقولون إنها جنية. جنية؟ إيه؟ مشول، أين كنت هذا الصباح؟ لقد أفقت من نومي ولم تكن بجانبي. ماذا تتأمل؟ لقد أفقت من منام جميل، أردت أن أحكيه لك ولم تكن، فقررت أن أكتبه قبل أن يضيع. ما الذي تنظر إليه؟ ماذا تريد؟ جنية. جنية؟ هكذا يعتقدون. إن كعبيك أملسين أبيضين، كأنك لم تمشي يوما على الأرض، وشعرك أشقر جميل يطير مع الريح، ولا تأكلين الملح مع الزاد. وأنت ماذا تعتقد؟ أنا أعتقد أن الله قد وهبني أجمل حورية في الفردوس. إن كلماتك هي التي تسحرني وتجعلك تستقر في قلبي إلى الأبد. أتعلم، لقد حلمت بالأمس أنني في حملي العاشر، وأننا معا نملأ وجه هذه الصحراء حبا وأولادا. ولكننا نعيش هذا الحلم معا، وأنا أريدك كما أنت، كما رسمتك اللحظة الأولى التي جمعتنا معا على طريق واحدة. أنت أجمل من أي خيال كان يمكن لأحلامي أن ترسمه يا جنيتي. هل هذا صحيح يا مجول؟ لن يأتي يوم تسرقك مني فتاة سمراء، أقصد واحدة من هؤلاء البنات الجميلات اللواتي أراهن حولنا ينظرن إلي بحسد وينتظرن زوال سحري عنك. ستبقين دائما الوحيدة التي تتربع على عرش قلبي. ومسجة؟ ما لها مسجة؟ ماذا ستفعل بشأنها؟ لا أدري. لقد سألني أخي الشيخ محمد بعد أن انفض مجلس العشيرة نفس السؤال، وشعرت بالخجل منه لأول مرة في حياتي، لأن الشيوخ العرب لا يتركون نساءهم تخرج هكذا دون ما سؤال. وماذا يطلب الشيخ العشيرة منك أن تفعل؟ إنه يريدني أن أعيدها إلى بيتها وعشيرتها وأطفالها. وماذا عنا؟ هل تتوقع مني أن أكون ثاني زوجاتك التي تتشارك بك مع امرأة أخرى؟ أنت تعلمين أن لقلبي مكان واحد منذ التقيت بك، ولكني لا أعرف كيف أحل مشكلة مسجة بطريقة تضمن لي كرامتي ومنزلتي بين أهلي وعشيرتي. وإلى أن تمضي الآن؟ سنقص أثر قاطع الطريق الذي هاجمنا وكاد يسلبك مني. لقد وصلتنا أخبارهم. تقصد أنك تخرج للقتال الآن؟ هذا طبيعي، فالبدوي لا يضيع حقه ولو بعد حين، وزوجة البدوي لا تجزع لخروجه للقتال ولا تتمسك به بهذه الطريقة، بل تأمل عودته سالما غانما. هذا إذا أردت أن تتعلمي كيف تكونين واحدة منا. وهل ستكون مسجة في طريقك؟ لا أدري. أنا بحاجة لأن أفكر بالأمر وحدي. اتبع قلبك يا شيخ، هو سيدلك. شو رأيك يا أخوي؟
مش للحين حرمتك، وما يجوز تظل بعيدة عن ولادها وعشيرتها، وهي من قبيلتنا، عيب. عين خير يا أخوي، عني خير، لكن أنا ما أوصيك بحرمتي. الشيخة أم اللبن. أم اللبن يا أخوي بعيوننا، توكل على الله. سلام يا أخوي، سلام. جواك الله يا شيخ. الله وياكم يا مجل، الله وياكم. الله معك يا ولدي، الله يوفقك وينصرك على عيداك. تسلم يدك يبا، خل بالك من اختك. ها يا فارس يا بطل، توكل على الله يا اخوي. بسم الله. بالسلامه ولا توخرون علينا. ها بالسلامه يا ربع الجميع، بالسلامه. يالله عليك الستر يا ربي يا رحمن. الله عليك الستر يا رب، عليك الستر يا رب. تاكل على عوايدك يا شبيب. حلقي يا جعني من ابدع يا جدتي. ايه اشوف. ايه هذا برد يمه. قوم لف رقبتك بشال، خلها تعرق وادخل نام، وباكر ان شاء الله تصبح زين. قوم يا ولادي قوم. السلام عليكم. يا هلا يا هلا يا بنيتي. شبيها أم اللبن؟ والله ما أدري يا بنيتي، من ساعة طلع مجول من المضارب للحين وهي مثل ما أنتي تشوفينها ساكتة، ما تحكي مع أحد ولا تقرب الزار، وتخط على الورق رسوم مثل دبيب النمل. قلنا أنها تشتغل بالسحر، ما أحد صدقنا. يكفيك تهرجين بهالسوالي، خلي الحرمة بحالها، وهي عروس وغريبة وزوجها يتركها ويفزع خلف النهابي. لم أتمنى شيئا في حياتي بهذا القدر، أن يكون مجول لي لوحدي، لا تشاركني فيه امرأة أخرى مهما كانت، وأن أنجب له العديد من الأطفال الجميلين، وأن يقبلني أهله كواحدة منهم. ولكن كيف يمكن لامرأة إنجليزية مهما بلغت من النبل والمقام الرفيع أن تتحول بين ليلة وأخرى إلى شيخة محترمة بينهم؟ إنهم يؤمنون أن نسبهم كعرب متأصلين هو أرفع مقاما وشرفا، بحيث لا يقارن بأي اسم نبيل لعائلة إنجليزية يجري الدم الأزرق في عروقها منذ قرون.
الشيخ مجول فزع خلف ساره وسمعته بين العربان، بعدين كل رجالنا خلونا وفزعوا مع الشيخ مجول، وش اللي صار علينا؟ ها امشي امشي يا حرمه امشي، الله يهداك وادعي ربك يردهم سالمين غانمين بدل هذا الهرج المالح تاري. يا رب سلم عليك. الله معك. والمدهش، ما كنت أظنه في يوم ما خيالاً أو فكرة مجنونة لا تخطر على بال عاقل، إنني أنا ليدي جين ديغبي، ابنة الأدميرال سير هنري ديغبي، التي أنعمت عليها جلالة الملكة باللقب السامي. سأترك ورائي كل ألقاب نبيلة وثروتي ومواقع الاحترام التي كنت أحظى بها في كل مكان من أوروبا، كل هذا الذي لا يساوي شيئاً بنظر مجول وعشيرته. وأحاول بكل ما أملك من قوة روحي وحدها أن أصبح واحدة من هؤلاء البدو البسطاء الصادقين والحقيقيين الذين أرى الآن أنني أحبهم حقاً. ولك بنتي حاجة تتنقوزي على مجلس الرجال، ضيعتينا بركة هنهار. شو فيها أمي؟ ما حدا شايفني. في مين شايفنا كلياتنا وعينه لا بتغفل ولا بتنام. يا غفور يا رحيم، اللهم صل عليه. قديش بحياتي رضعت ولا مثل هالولد ما مرق علي، اسم الله بيرضع قد ثلاثة. سلم ايديك يا هنية، هاتي عنك تقبلني، هاتي عزبتك إليك. الله شو بدك تعملي بغيابي؟ عزبتك ببناتي وهي رجعت لك مع ولد فجعان. أمه نشفان حليب، لا تحكي بالدرية، والله بزعل مني، هذا مثل ابني وأعز. بعدين شو فيها؟ خلي يتخاوى ابن مراد مع ابن مدحت، يعني بلكي بنوبة من الحظ نصيب. شو لزوم هالحكي هلا؟ كلياتهم أولادنا وكلياتهم مثل بعض. عشت والهالم بشاطحي
هسه ما لبستوا ثياب جبت له اياها، الجماعه بدهم يشوفوه والشيخ نجيب نادر انه هو بذات نفسه يقدم له بابنه. سمي بالله. تخيل الله اتفرجوا ما بيشبهني كثير؟ لا سيدي بيشبه فيه الدول آغا. دخيلك هذا آغا ابن آغا ابن آغا. مبسوط يا مدحت؟ شو مبسوط؟ طاير على الأرض شبرين. أنت هديتيني أحلى هدية لحياتي. الحمد لله الله عوض صدرنا خير يا درية. إن شاء الله هيك تقومي بالسلامة وبعوضك عن كل أيام الماضية. أنا ما بدي منك شي غير أنك تضل جنبي وأنه عيني تضل تناظرك لآخر يوم بحياتي. طول لي بعمرك تقبرني. وعن هالم بشاطحي غارقان نعم هذا الحال من منجزين نعم شغل هريم؟ لا لا موت الزوم تبرمينا رغيف هيك وانت تمدينه يا شيخ. يا عم الشيخ يا عم الشيخ ايش بيك يا ولد تصرخ مثل مهبول؟ ايش بيك؟ شوف الانجليزية شو تسوي. لا تقول الانجليزية يا ولد. الحين صارت الشيخة أم اللبن.
ما تذكرها يا عقاب ولا ما تبي تحكيها؟ أرجاك يا شيخ، أرجاك عفيني من هالسالفة الحين. كانهم زوجش الشيخ مجول والمصاربة، ما هو صحيح يا بنيتي؟ بلا يما بلا، هذه فرسه، هذول رجال العشيرة. قولي يا أخ يا نافوخ يا أخ، وانت شو مدريكي بالسيرة؟ لكن أصحاب الأنوال والنساجين وعلى رأسهم شيخ الكار وتجار الألاجة ذهبوا اليوم إلى نقيب الأشراف والمفتي. أبو كان يحسب غلة السنة الجاية من هلأ، بس مو ظابطة معه لأنه العصم اللي متأمل السنة يكسر الروس ويربح الحرب. والله ما نسيت يا مراد، ما نسيت، وانت أكتر واحد بتعرف قديش فرحت لها لدرية. بس عمي ومرت عمي ما عاد قلن هم غير هالصبي. خلي جين بيني وبينك وأم اللبن قدام العشيرة. ايه اتفقنا.